المزاج العالمي، من تقصد بالمزاج العالمي او المزاج الدولي اللي رايد منه؟ انا اتكلم يعني انا اتكلم من هذا المزاج تقصد؟ دول جوار، اقليم، غرب، دول غربية. انا اتكلم عن الاتحاد الاوروبي، اتكلم عن الولايات المتحده الامريكيه، اتكلم عن الصين، اتكلم عن شبيهم دولي. كلهم يريدون دوله مستقره في هذا البلد، دوله مستقره، لا لانه بس في العراق، لان استقرار العراق معناه استقرار للامن العالمي في هذه المنطقه. فاذا استقر الامن العالمي في العراق تستقر المنطقة بشكل تام. التجارة لابد أن تزدهر من هذه المناطق. الأمن، السلام، كل الأشياء تبدأ بأمن هذا البلد، لأنه هذا البلد نقطة ارتكاز عالمية، نقطة ارتكاز للأمن العالمي، نقطة ارتكاز للتجارة العالمية، ونقطة ارتكاز للسلام العالمي.